جمال اليمن بوديانها وجبالها وسهولها وقلاعها وتاريخها ومناظرها السياحية جعلت هذه المناظر الطفل اليمني الصغير يتغنى بالجو اليمني، ويفضل هذا الجو على باريس وأوروبا وغيرها. لقب هذا الطفل بأصغر مروج سياحي في اليمن. صباح الخير، بشبشروا الجو الحالي، بشروا أمانة، بيقولوا لك جو باريسي وجو أوروبي، يا جو يمني يمني، تقول الله من باريسي وأوروبي، منين؟ ناس عمي برج إيفل ولا قصر ولا سيارة، ما أجمل الصبح في ريف اليمنيين نطلع، المهم لا تنسوا لايك ولا تنسوا مجنون شاهدين.